الو حبيبي يا جماعه، انتوا شايفين دي؟ تمام. دي هتعرفوا ليه انا لابسها. طبعا كله عارف الكوفيه دي بتاعت مين، وبالنسبه للحمراء او السوداء لفلسطين. فاحنا النهارده السنيكر مهم جدا بالنسبه للوطن العربي كله، او بالنسبه مثلا من السنيكرز هيد اللي موجودين في الوطن العربي. السنيكر ده دانك اس بي، هو دانك اوريجينالي باسكتبول شوز ديبيوتد 1985. في اواخر التسعينات السكيتر كانوا بيستخدموا الدانك عشان كانوا بيلاقوه سهل ان هم يعملوا سكيت بي. في اول 2002 نزل الاس بي دانك. كلمه اس بي او حروف اس بي ستاند فور سكيت بورد. سكيت بورد بشوز زي دوت انت معاك فلوس كتير ممكن، او مش فارق معاك، بس هو meant for this يعني. بس it is what it is. النايكي اس بي هو الدانك اس بي هو من اصعب شوز تقدر توصل لهم، سبيشلي لو الشوز شويه في كولابوريشن وشويه يونيك او في ديتيلز مش موجوده في اي شوز هتلاقيه صعب جدا، لان في ناس كتير في الامارات عايزين السنيكر ده. فالسنيكر ده هو الهولي جريل بتاع الوطن العربي. عارف الهولي جريل؟ انا مش عارف جريل، الهولي جريل بتاع الوطن العربي. ف فيري اكسايتد للسنيكر ده. جماعة اكسايتمنت يا جماعة. هنتكلم ليه الالوان دي موجودة فيه كلها. يعني مبدئيا انا قلت الامارات، فمبدئيا واضح ايه اللي انا بحكي فيه. مبدئيا كل حاجة واضحت اللي انا بحكي فيه، تمام؟ اوكي، بص بقى معايا عشان ايه الشيز ده مهم جدا. نبدأ واحدة واحدة بيه من اوله لحد اخره، تمام؟ ونقول مميزات الشوز وكل حاجه، وايه الماتيريال المستخدمه، الالوان بتريبريزنت ايه بالظبط، فاهمني؟ ف زي ما انا قلت الالوان كلها بتريبريزنت علم الامارات، الاخضر الاسود الاحمر الابيض، تمام؟ التصميم ده اللي عامله واحد كوري اسمه بيتر هان، واللي هو الاونر بتاع السكيت شوب فريم اللي موجود في الامارات. فده كولابوريشن حصل ما بين نايكي دانك و فريم اللي هو السكيت شوب. مبدئيا الجلد اللي مستخدمينه هنا جلد عالمي، يعني الماتيريال بتاعت الليذر هنا عالميه، تامبل ليذر. هنخش من الهيل ورا، نايكي الستاندرد نايكي هيل من ورا، الدبل سوش دي طبعا بقى هنا الديزاين، الدبل سوش اللي هو اتنين دبل سوش جاي باللون الاخضر، تمام؟ اللي هو برضو لون من علم الامارات، واللون الاسود اللي هو برضو لون من علم الامارات، تمام. هنبص برضو الشوز جايب حاجه حلوه جدا، جايب دبل تانج، تانج ابيض. لو انت لو شفت ده، انا جبت التانج الابيض ده، الشوز هيبقى لون تاني، وتانج الاسود. سو الستاندرد اصلا تانج بتاع الاس بي دايما بيبقى تخين، لان هو سكيت بورد شوز، فبيبقى تخين شويه والفوم بتاعه كبير عشان يبقى مريح. الساب لاينر حلو جدا، معمول بطريقه حلوه، هحاول اوريكم اهو، تمام. في التانج الابيض اللي من بره هتلاقي مرسوم عليه صقر او نسر، مكتوب جوه التانج فريم اللي هو السكيت شوب. ودي بقى دي اللي انا بحبها قوي. بص يا معلم، بص جوه مكتوب ايه. الليس جامد، الليس اصلا يعني معمول بديزاين حلو جدا، معمول ديستريست من هنا. الاس بي دايما ما بيبخلش يديك ليسز، فانت يبقى ممكن يكون عندك اس بي واحد وانت عمال تلبسه وتغير الوان والشوز عمال يتغير معاك، انت مش محتاج تجيب شوز تاني. انت مش محتاج، انت لو شلت الليس، لو شلت التانج الابيض ده وشلت الاسود، خلاص الشوز لونه هيتغير جدا. فما بالك بقى لو انت مثلا حطيت الاسود بس، او حطيت الابيض، او حطيت انا دي جامده جدا جامده جدا. سو ده مدينك برضو ليس تاني معمول بنفس الوان الكوفيه الفلسطينيه اللي هي الابيض والاسود. سوري نايس ديتيل. سو بالنسبه للليسز اللي جايه معاه، كل ليس في ديتيل في التيب بتاعته. التيب بتاعته اللي هي راس الليس ذات نفسها، الابيض مكتوب حبيبي
في الليس الاسود مكتوب فريم، واللي هو السكيت شوب اصلا اسمه مكتوب فريم اللون الاسود. تمام. بالنسبه للتيب اللي جايه مع الكوفيه، هي تحس اللي هي ملمسها معدن وملمسها حلو جدا، بس هي بلاك مات، مات بلاك، اللون حلو وتحفه. ودي طبعا اللي حاطينها برضو في نفس الليس الكوفيه اللي جاي بالاسود فبيض. ف شوز حلو قوي قوي قوي. حواليكم الانسول هيكون معمول بزغرفه عربيه، يعني في برضو تاتش عربي في الانسول بتاع السنيكر، الوان اللي فيه اللي هو البني الفاتح والبني الغامق. سول للشو هو مفروض ان دي جام باتون، دي جام اصلا، لون الجام شويه اغمق من ده شويه، بس هنا انا ترانسلوسن شويه، فتحس ان هما دي ميميك او بياخدوا لون لون الصحراء او لون الرمله هنا في الجام. دي برضو حاجه ما يعني، بص علم الامارات كله رمل صحراء. تمام جماعه، كده احنا عملنا كفر للشوز بتاع الحبيبي شو. فيري فيري نايس سنيكر، عالمي عالمي بصراحه. كان ياريت كان يكون السايز بتاعي، بس للاسف انا يعني جبت سايز هو اصغر مني درجتين، فمش هحاول يعني ان انا فاهم، مش هحاول ابوظ الشوز ده، لانه زي ما انا قلت هو هولي جريل بتاع العرب. فاهم، قلت رينج الشوز دلوقتي حاليا لو عايز تشتري دلوقتي يعني اقل حاجه بالنسبه للسايز ممكن توصل لها 800، فاهم انت، 800 يورو اللي هم مثلا ستيل 900 دولار، ده مينيمم يو كان جيت، فاهمني؟ بعد كده هتلاقي فوق ال 1000 دولار، 1000 دولار فوق اساسي بالنسبه للشوز ده. فبالنسبه للشوز اس بي ب 99 الريتيل، من كتر ما الناس عايزاه يوصل ل 1000، هولي جريل بتعمل ايه؟ ما الناس عايزاه، فاهم، ديزاين حلو. بس فانا اتكلمت في السريع على الشوز النهارده بسرعه، فاهم، عشان نقدر ناخد عنه خلفيه. ف اعملوا سبسكرايب يا جماعه عشان تقدروا تشوفوا سنيكرز مهمه زي ديت، سنيكرز مهمه مهمه مهمه، الناس تكون عارفه عنها. حتى لو يعني بص انا قلت لك انا ما عنديش الشوز ده، ما عنديش الشوز ده السايز بتاعي، فاهمني؟ الشوز ده انا ممكن ابيعه تاني، لان هو ستيل ده مش السايز بتاعي، فده انا جايبه اعمله ريفيو وابيعه. ف انت مش لازم يكون عندك سنيكر عشان تحب السنيكر، يعني انت لو سنيكرز هات مش لازم يكون عندك سنيكرز، او ممكن سنيكرز واحد اتنين تلاتة ان انت بتحبهم، مش لازم يكون بقى الحاجه اللي محدش عارف يجيبها او الكلام ده، فاهم؟ انت لو بتحب سنيكر، بتحب الديزاين، بتحب الارت، بتحب الريبريزنت اللي بتعمله، بتحب الستوري تيلينج في السنيكر، بتحب الاتنشن تي ديتيلز في السنيكر، بتحب الكالر واي في السنيكرز، فمش مش مش لازم يكون عندك سنيكر علشان انت اقول اوكي انا سنيكر هيد ناو. نو انا مش شايفها كده، انا سنيكر هيد من قبل ما يكون عندي سنيكر اصلا خالص. فبرو مش لازم خالص. ف سنيكر هيدز، استنى تعمل سبسكرايب، شوف الحلقه الجايه. السلام عليكم.